للسائل جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هي سنة على كل حال أو أنها خاصة بالحاجة فقط؟ فيها خلاف، هذه فيها خلاف. هي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلها للحاجة لما ثقل عليه الصلاة والسلام، أو فعلها للتشريع؟ احتمال هذا وهذا. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها مشروعة، وأما الجمهور فيرون أنها غير مشروعة، وإنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة لما ثقل. نعم.